استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله والعافية قصر الصخير هذا اليوم العقيد الركن عبد الله بن أحمد الكعبي، حيث تشرف بإهداء جلالته كتابه الجديد بعنوان أم النعسان المحمية الساحرة، الذي يهتم بالحياة البيئية في جزيرة أم النعسان. وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره للعقيد الركن عبد الله الكعبي على الجهد الطيب الذي بذله في إعداد هذا الكتاب، وأكد أهمية ما تحمله مثل هذه الإصدارات من محتوى قيم يثري المكتبة الوطنية ويشكل مرجعا هاما للباحثين والمهتمين بالحياة والثروة البيئية في جزر المملكة، متمنيا جلالته له دوام التوفيق والسداد. من جانبه أعرب العقيد الركن عبد الله الكعبي عن بالغ شكره وعظيم امتنانه لجلالة الملك المفدى لصاحب الجلالة حفظه الله على دعمه وتشجيعه لإصدار هذا الكتاب، والذي يعد إحدى ثمرات حرص جلالته على الاهتمام بالثروة البيئية والمحافظة عليها، ويشتمل على دليل التنوع الحيوي في جزيرة أم النعسان وما تحتوي عليه من حيوانات وطيور مهاجرة بعد جمع البيانات حولها ورصد حركتها ومواقع هجرتها من وإلى الجزيرة.